سلمى بنت حلال، تعالي يا حبيبتي، ده انا ما شفتكيش طول النهار. الشغل يعني انت كبيره واخد كل وقتي. بس بسم الله ما شاء الله، الكل هنا بيحبك ومعجب بيك. يبقى احكيلي بقى بيقولوا لك ايه. المهم ما عطلكيش عن الخياطه. خياطه ايه؟ ده انا قاعده متعطله من الصبح مستنياكي تيجي علشان تردمي لي الابره الرفيعه. من عينيا. بس الاول اقعد اشرب الشاي، يعني ورانا ايه. مين ده؟ ده عمك محفوظ الله يرحمه. بصي، ودي البطاقه بتاعته، ودي قصائص اخر جلابيه فصلتها له، ودي مكحل. ايام ما كنت بتتكحلي لعم محفوظ. يا بنت بقى بطلي شقاوه. كنت بتحبيه؟ كان دوا عينيا من جوه. شوفي دي صورتي انا وهو، ودي صورة الاولاد، دي غادة حبيبتي، وده هشام حبيبي. ده مين؟ ده غمضي عينيك يا ست ماما. ايه في ايه؟ مفاجأة. مفاجأة ايه؟ غمضي بس. ها كمان يا امي، وحشتيني جدا جدا. ان شاء الله ما تشوف وحش. الله، السلام الحار هينسيكوا. تعالي يا سلمى، سلمي على هشام. اهلا وسهلا. اهلا بيك. زي ما وصفتها لك؟ احلى شويه. هشام ابني اللي كلمتك عنه زي ما وصفته لك ولا احلى؟ اوحش شويه. هشام ده ابني الوحيد، وغاده بنتي الوحيده. امال التالت اللي معاكوا في الصوره ده يبقى مين؟ ما تيجي يا حبيبي تعال احكي لي عملت ايه في شغلك وسفريتك. هو صحيح ماما ما عندهاش غيرك انت وهشام بس؟ لا طبعا، في اخونا الكبير كمان. امال ماما شهامه ما بتجيبش سيرته ليه؟ هو اساليها انت بقى. هو سر؟ هي مصممه تعمله سر. لو بتحبني هتقولي. ايه يا بنات، هنقعد لوحدنا ولا ايه؟ لا هنقعد معاكوا، بس اعمل الشاي الاول. لا انا مش عايز شاي. طب تعالي نقعد. خد يا سنور العنوان والكارت والفلوس وابعت ورد احمر. حاضر يا فندم. دي فيلا امينه هاني. ماني عارف. الورد يوصل الساعه 7 بالظبط. بعد ما ابعت الورد ان شاء الله كنت عاوز اطلب من حضرتك طلب. ايه؟ يعني كنت عايز استسمح حضرتك اني اسافر البلد. ليه خير؟ اصل عدم المؤاخذه أمي بعافية شوية. لا سلامتها. خد اشتري لها حاجة وأنت رايح لها. ربنا يخليكي لينا يا ست، ربنا ما يحرمناش منك. بس هي المهم تيجي، اصلا انا عايزه ضروري.
عايزها؟ اصلا وحشتني قوي يا ماما. طب تعالي اعدل لك الكرافات بتاعتك. مظبوطة يا ست الكل. ما بتعرفش تظبطها زيي انا. ايه ده؟ ايه كل البالونات دي يا ماما؟ عقبال ما اعمل لك ان شاء الله يوم ما تفتح فروع جديدة لشركتك. في حياتك يا ست الكل. خد الشوكولاتة دي. عارف بتغذي الأطفال. طبعا الشوكولاتة معمولة مصنوعة من اللبن والسكر والكاكاو وبتغذي الأطفال. حافظ كلامك كلمة كلمة يا ست الكل. يا حبيبي يا شريف مربيك على الغالي. ربنا يخليك ليا يا ماما. ما يحرمنيش منك أبدا يا شريف. ايه يا ماما بقى الكلام هياخدنا وننسى المدعوين؟ على اذنك. كبرت يا شريف. كبرت يا حبيبي. ازيك يا عم؟ الله يسلمك. اهلا 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 عقيله. مبروك الشركة وعقبال العروسة. عروسة ايه يا حبيبتي؟ أنا لغاية دلوقتي ما لقيتش البنت اللي تستاهل ابني أبدا. اتفضلي. ألو؟ مديحة؟ ايه يا مديحة ما جيتيش ليه؟ ايه؟ هتتأخروا؟ لا لا لسه ما قلتش لماما. أصل ماما لازم تتعرف عليك وعلى باباك الأول. لا هقولها بكرة إن شاء الله. بقول لك ايه يا مديحة؟ ما تتأخريش. أصل أنت وحشتيني قوي. ها؟ بسرعة بسرعة أرجوكي. طيب باي باي مع السلامة. يا عائلة ايه رأيك في البوفيه؟ حلو قوي بجد. انا اللي عاملة كل الحلويات دي بايدي. صحيح؟ طبعا يا عائلة. هو انا عندي اغلى من شريف ده؟ انا كل يوم بحمد ربنا ان ادهولي. ايه يا ست الكل مش هنفتح؟ اهلا 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 يا حبيبي. ازيك يا طنط عائلة؟ مبروك وعقبال العروس. الله يبارك فيك. ما نفتتح بقى البوفيه. أنا عايزك في حاجة ضروري جدا يا طنط. إيه يا ولد؟ قول لطنطك بسرعة، في أسرار؟ عروسة عروسة يا طنط زي القمر زي القمر. صحيح؟ صحيح يا طنط وجاية بعد شوية. ماما عارفة؟ ماما ماما إيه يا طنط؟ أمال أنا عايزك ليه؟ حلوة العروسة يا ولد. حلوة شبه ماما بالظبط. أهلها ناس كويسين؟ أبوها صاحب شركة مواد زي شركتنا بالظبط. وهي خريجة الفرنسيسكان. يل خلاص يبقى أنا الأوان. أيوة يا طنط وأظن بقى سن ال 30 ده سن مناسبة للجواز. اتفضلي يا جماعة، اتفضلي البوفيه. اتفضلي يا طنط. اتفضلي. اتفضلي. تعالي جنبي هنا يا طنط. اتفضلي. اتفضلي يا ماما. يلا حبيبي. ألف سلامة. متشكرة قوي أوي شرفتنا يا فندم. مع السلامة. وهتمشي يا طنط زمانهم جايين. لا أنا قاعدة. أنسة مديحة؟ أهلا وسهلا. مبروك يا شريف. الله يبارك فيك. اهلا اهلا رشاد بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. مين البنت الحلوه دي؟ معرفش. اتفضل اتفضل يا رشاد بيك. اتفضلي. عن اذنك. اتفضل. شكرا. ماما رشاد بيه من رجال الاعمال. اهلا اهلا بيك. اهلا وسهلا. الانسه مديحه بنته. اهلا يا طنط. اهلا. عائلة هانم تبقى خالتي. في الحقيقة هي صديقة وأكثر من أخت. لا وأكثر من كده
شريف زي ابني بالظبط. يا هانم شريف ده شاب ممتاز، اي واحد في الدنيا يتمنى يكون ابنه. متشكر يا عمي. واضح ان حضرتك تعرف ابني كويس قوي. ماما رشاد بيه هيبقى اكبر مصدر للكيماويات لشركتنا. اهلا اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك هنا. لا معلش يا شريف، احنا هنقعد مع ست الوالده هنا. طب اتفضل. 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 اقعد يا بابا شريف. بنا زمان. يا سلام يا هانم على بنا زمان، ما يتعوضش، مش زي العمارات بتاع اليومين دول. اتفضل. شكرا. من تجيلي كمديحة كلي. على فكرة يا هانم، وحضرتك اسمك ايه؟ أمينة منصور. على فكرة أمينة منصور هاني، أنا سعيد جدا إني قابلت في حياتي شاب زي ابنك شريف. نبغى ذكي بيفهم، له إيه؟ شريف كمان في الشغل. ما هو اسمه شريف يا بابا. اهلا وسهلا. شيك 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 قوي قوي قوي. ايه يا مديحة؟ الفيلا بتاعت شريف؟ فيلا ايه يا بابا؟ الفستان بتاع مامته. مامته لابسه حته فستان يجنن. ذوقها حلو قوي قوي بصراحه. مش بس ذوقها يا حبيبتي، فلوسها كمان. واضح انها من عيله عريقه دفيانه. بابا ممكن اسالك سؤال بس جاوبني بصراحه؟ اسالي يا حبيبتي. انت معجب بشريف قوي كده؟ يا سلام، ده انا معجب بيه جدا جدا جدا، وحاسس ان الزمن بعتهولي عشان يسعدني ويسعدك. غريب. ايه اللي غريب فيها؟ لان شريف اول ما تقدم لي انت ما كنتش متحمس له قوي كده. مدام سالتيني بقى هضطر اجاوبك. شوفي يا مديحه يا بنتي، انا شريف اول ما تقدم لك قال لي انا لسه بكون شركه، شكيت فيه بصراحه. انما لما قعدت معاه مره واتنين وقال لي ان انا خلاص كونت الشركه ورحت شفت الشركه بعينيا الاثنين، حسيت انه شاب صادق وعنده طموح زي بالظبط. معقوله يا بابا شريف عنده طموح زي حضرتك؟ طبعا، بالرغم ايه؟ بالرغم انه مولود وفي بقه معلقه ده. مش انا، ابوك يا مديحه يا بنتي تعب شيء، شاف المر ومر المر كمان لغايه ما وقف على رجليه. انا عارفه يا بابا، عارفه انك تعبت قوي قوي في حياتك لحد ما حققت احلامك. لا لسه لسه ما حققتش احلامي. الشركه اللي انا عملتها دي حلم الاول، لكن احلامي لسه احلام كتير. طريق احلامي طويل ملوش نهايه. عبد كفايه كده قوي، انا تعبت. الساعه بقت 12، بكره ان شاء الله الصبح نكمل. حاضر يا ست هانم، تصبح على خير. وانت من اهله. ايه
شاري. ايوه يا ماما. انت نمت يا حبيبي؟ لا انا صاحي اهو. تعال. شريف، انا كنت عايزه اقول لك ان حفلتك النهارده كانت حلوه 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 قوي. بفضلك يا ماما. بس انا مش هفضل لك على طول يا حبيبي. ازاي بقى؟ ده انت شباب وهتفضلي ان شاء الله كده يا شباب على طول. بس انا زعلانه منك قوي يا شريف. المفروض كنت تقول انك انت عازم ضيوف. اصلا ما كنتش متاكد ان هم جايين. كان بين او بلا برضه كان لازم تقول عشان اعمل حسابي. في ايه يا ماما؟ خير ربنا كتير، وبعدين حضرتك قمت بالواجب وزياده شويه. والدعوه بقى كانت موجهه للاب ولا للبنت؟ هي بصراحه كده جت بالصدفه. انا كنت عند رشاد بيه في المكتب بتاعه بنتكلم في الشغل يعني. وبعدين قلت له بقى انا معلش انا مضطر اقوم دلوقتي علشان عندي حفله افتتاح الشركه الجديده بتاعتي. فقال لي يا راجل طب مش تعزمنا معاك؟ رحت عازمه. واحنا بقى قاعدين كده بنتكلم راحت داخله بنته مديحه. رحت عازمها هي كمان. حلوه. مين؟ بنت. قصدك مديحه يعني؟ بالظبط. لا دي فيها نسبه من جمالك مش اكتر يعني. متشكره قوي بس انا شايفه انها احلى مني بكتير. لا 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 ده كلام. دي ما تجيش في ربع جمالك يا ماما. على فكره بقى انت اونطاجي كبير قوي قوي قوي. عمال تلف 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 وتدور. بتفكرني بالمرحوم ابوك لما كان يحاول يقول لي حاجه كده ولا كده كان يلف ويدور هو كمان. وبعدين اقول له ها اتكلم اتكلم يا راجل. يبقى هتكلم. من غير ما تتكلم انا فهمت. ورايك ايه؟ في كلمتين؟ ايه يا ماما؟ شريف، شريف لما المرحوم ابوك مات ساب لي كنز. كنز اسمه شريف. ساب لي معاك مبادئه وافكاره. ربيتك بالحب اللي عشناه سوا. ربيتك لوحدي وعشت ليك لوحدك. ربنا يخليك ليا يا ماما. عشان كده يا شريف مش ممكن ابدا هجوزك لاي واحده الا اذا كنت مطمنه لها. تصبح على خير. وانت من اهله. مين؟ أنا أمينة عقيلة. أمينة؟ خير يا أمينة؟ لا مش خير مش خير أبدا. يا ساتر يا رب. في إيه؟ اللي عملت حسابه لقيته. البنت اللي جت مع أبوها أتاريها عروسة. أيوة ودخلت دماغ شريف قوي. بقى معقول يا أمينة؟ معقول تصحيني دلوقتي علشان تقولي لي الكلام ده؟ أنا مش عارفة أنام. أنا تعبانة تعبانة قوي عقيلة. بكرة نتكلم. ها؟ بكرة نتكلم يا أمينة. تصبح على خير. ها طمني ازاي يمك؟ تعبانة أوي يا أفراح. وسبتها؟ يعني هعمل إيه يا أفراح؟ تعمل إيه؟ تعمل لازم يتعمل يا سيسونتو. مش امك اللي ربيتها لغايه ما بقيته للنخله؟ يعني عايز انا اعمل ايه يا افراح؟ اروح اقعد جنبها وافوت شغلي؟ تجيبها تقعد وسطينا وانا اخدمها بالمش عينيا. ما رضيتش. قالت لي انت رايح ساعتها الهم.
ما استعت الهم ما كفايه عليك هم ولادك. تنقيت مراقبه ولادك، دي امك فوق الكل. ايوه بس يا افراح. بس ايه؟ اطلع دلوقتي للست عقيله، قول لها امي عيانه ولازم اروح اجيبها. ايوه بس امسك البنت. هنيمها فين يا افراح؟ تنام على السرير واحنا ننام على الارض يا سوسو. هي الامهات بتتعوض؟ طب يا ريت امي كانت عايشه وانا كنت شلتها من على الارض شيل. ده سؤال تساله يا سونقر؟ والدتك تعبانه تجيبها على طول وتفتح المخازن وتطلع سرير وتفرشه. انا متشكر استهان. ربنا ما يحرمناش منك، ربنا يخليك لينا، ربنا يطول لنا في عمرك، ربنا يخليك لينا. عائله امينه عائله شفتي شفتي قلبي ما كانش مطمن ابدا، كنت حاسه ان في مصيبه مستنياني. طب تعالي عشان نعرف نتكلم. شريف ابني عايز يخطب البنت اللي شفتها في الحفل. مين؟ مديحه؟ هو في غيرها؟ اتاري كان جايبها عشان اشوفها، ولما جرجرته في الكلام قال لي عايز اخطبها يا ماما. طب وليه لا؟ عائله انت بتقولي ايه؟ البنت حلوه وشيك. انا ما يهمنيش شكلها بقى، يهمني اصلها فصلها، متربيه ازاي، بتفهم في ايه، بتقول ايه. قولي لي يا صديقه العمر، انت اسمك ايه؟ ايه؟ امين. وابنك اسمه ايه؟ يو شريف. ومين اللي عايز يتجوز؟ شريف. خلاص هو اللي اختار. بس انا امه بقى. طبعا انت امه وربيتيه على الاخلاق وعلى الادب وحب الناس. يبقى انا اللي لازم اختار له. وعشان ربيتيه كويس هيختار كويس، وما فيش مانع انك تعرفي اهل العروسه عشان تبقي مطمنه. مش عارفه يا عائله، قلبي مش مرتاح لابو العروسه دي ابدا. وطبعا حكيت لماما كل حاجه زي ما عرفتها. ومامتك كان موقفها ايه؟ ضعيف، وده اللي انا عارفه عنها، عشان كده خبيت عليها وعلى حضرتك، ما كنتش عايزه احكي لاي حد من كتر الصدمه. اخسى عليك يا سلمى، بقى تشيلي الهم ده كله في قلبك ومش عايزه تحكي لي ولا تقولي لي حاجه يا حبيبتي. انا صحيح حبيبتك؟ طبعا. ليه بتسالي سؤال زي ده؟ امال ليه مش مصدقه انك بتحبيني؟ ليه بتقولي كده؟ ليه لغايه دلوقتي بتنكري عليا ابنك الكبير؟ وعشان الكبير الطعنة كانت أكبر وأكبر. طعنة إيه؟ طعنة حفرت في القلب جرح غويط. ما بحاولش أتكلم عنه علشان الجرح يلم بقى وأقدر أنساه. بس ده ابنك. آه، ما هو ابني كلهم ولادي، ولكن سلمى حبيبتي ناوليني دوا الضغط. أصل كل ما بفتكر الحكاية دي هي بحس إن الدم بيفور في دماغي. لو مش عايزه تتكلمي بلاش. بالعكس انا حاسه ان انا لو اتكلمت هرتاح اكتر. غريبه، ما حسيتش ابدا انك تعبانه من حاجه. اللي يشوفك مش ممكن يقول ان جواكي اي هم، ده انت على طول بتضحكي. الخوف يا حبيبتي، الخوف هو اللي بيخليني ارمي الهم من ورا ظهري. ما هو يا روح ما بعدك روح. الخوف من ايه؟ من الرقدة. ما هو الحزن والزعل ما يجيبوش غير القهر، والقهر هو اللي بيرطم وسط البني ادم ويخليه يرقد وما يقدرش. وانا بقى يا حبيبتي عايزه اموت وانا واقفه على رجليا زي بنتك الكبيره بالظبط. لا عايزه ارقد ولا عايزه حد يخدمني ولا يشني. عشان كده تلاقيني ما احبش اجيب سيره كمال. يبقى احكي لي يا ماما، احكي لي واعتبريني زي ولادك، زي هشام وغاده وكمال كمان. كمان مشرف. انت بتقولي كده بس عشان زعلانه منه؟ لا لا يا حبيبتي، الحقيقه انا عمري ما كنت ام، عمري ما بطني شالت ولا صدري رضع. يعني ايه؟ يعني انا ما كنت زي بقيه الستات، ما حبلتش ولا ولدت ولا رضعت، لكن ربنا اللي يعلم ان انا حبيتهم وربيتهم زي ما يكونوا ولادي واكتر. يعني انت؟ انا هحكي لك كل حاجه. انا اتجوزت وعشت مع جوزي 5 سنين وما خلفتش، والدكاتره قالوا ان انا عندي عقم، فطبعا جوزي طلقني. عمك محفوظ كان جارنا، مراته ماتت وهي بتولد، لاص يا حبة عيني بالتلات أولاد.
لان كمان كان عنده 4 سنين وهشام 2 سنين وغادة لسه رضيع. اتقدم لي وخطبني وقال لي ان هو محتاجني والاولاد كمان محتاجيني. في الاول انا طبعا رفضت، بعدين فكرت قلت في عقل بالي طب ليه؟ الحكم يا بنت بيبقى في الجسد، ليه انا ما مارسش امومتي واربي الاولاد الايتام دول اللي محتاجيني؟ وفعلا لقيتها فكره معقوله واقتنعت بيها وتجوزت عمرو محفوظ. كان راجل طيب وكان حنين، عشت معاه وربيت الاولاد وحبيتهم، وربنا اللي يعلم ان انا حطيتهم في عينيا زي ما يكونوا ولادي واكتر. وشويه بشويه نسيت خالص انهم مش طالعين من بين ضلوعي وجوه قلبي. محدش فيهم كان يعرف ان انا مش امهم غير كمال، لان هو اللي كان كبير عنده 4 سنين وفاكر كل حاجه. علشان كده عمك محفوظ الله يرحمه كان دايما يقول له اوعى تجيب سيره لاخواتك، شهام عايشه لهم اكتر من امهم. يعني هشام وغاده ما يعرفوش انك مش مامتهم؟ صبرك عليا شويه، ما انا جايلك في الكلام اهو. بعد عمك محفوظ ما ربنا اختاره شهرين ثلاثه، في يوم كنت واقفه في الصاله بكوي لكمال قميصه. بقول لكم ايه، انا سكت كفايه، لكن ساعه الدنيا ما بتضيق في عينين الواحد منا يبقى لازم يدور على حقه. حق ايه؟ يعني الشقه اللي احنا قاعدين فيها دي شقتي. شقتك؟ ايوه، وعاد الايجار باسمي. الله، انتوا ما تعرفوش ولا ايه؟ افرض نعرف ولا ما نعرفش، ايه لازمه الكلام ده دلوقتي؟ انا قررت اتجوز. ما تتجوز يا اخي، حد حشك؟ ما هو على راي الناس الله الله على الجد والجد الله الله عليه، عشان اتجوز يبقى لازم اقعد في الشقه دي لوحدي. انت اكيد بتخرف. بخرف عشان بطالب بحقي. حقي ايه اللي جاي تتكلم عليه؟ شقتي وباسمي، وبعدين انا موظف غلبان، لا اقدر اجيب شقه ادفع فيها مقدم ايجار ولا خلو رجل ولا اشتري شقه زي البهوات اللي بيشتروا، المرتب يا دوب، عشان كده مفيش قدامي غير الشقه دي. يعني انت عايزنا احنا الثلاثه نسيب لك الشقه؟ لا، استحملكم استحملكم لحد ما كل واحد يشوف مصلحته ويسيبها. يعني انت يا غاده هتتجوزي وتروحي بيت جوزك، وانت يا هشام بتحضر اوراقك ومسافر بره، ما فاضلش غيري اتجوز في الشقه دي واقعد فيها لوحدي. لوحدك؟ طبعا، ما هو مفيش عروسه بترضى تقعد مع حماتها، ويا ريت كمان حماتها. يا ريت حماتها؟ بتقول ايه يا كمان؟ بقول اللي لازم تعرفوه، لازم تعرفوا الحقيقه بقى. حقيقه ايه؟ الحقيقه اللي كان مخبيها بابا عنك الله يرحمه، وانا شلتها جوايا بقالي سنين وسنين. انا مش فاهمه حاجه. هشام؟ انا فاهم بس مستغرب، ازاي كمان اخويا يتجرأ ويقول الكلام ده دلوقتي؟ ما انا قلت لك يا هشام، قلت لك الواحد في الشده لازم يدور على مصلحته، وانتوا كمان تشوفوا حياتكم، يعني انت تتجوزي يا هانم وانت تسافر بره يا استاذ. طب وماما تروح فين؟ ما تقوليليش ماما، كفايه طول عمري مستحمل اقول لها يا ماما وهي مش ماما. ليه بتقول كده؟ ايوه مش امك. يعني ايه؟ امك ماتت وهي بتولدك. انت كداب يا كمال، قول الحقيقه من فضلك. هي دي الحقيقه. للاسف للاسف هي دي الحقيقه فعلا. الله، يعني انت كنت عارف يا استاذ؟ انا كنت عارف، لكن حبها لينا نساني ان امنا ماتت. انتوا الاثنين كدابين. الكلام اللي بيقولوه ده حقيقي؟ يعني كنت نسيت الكلام ده من زمان، لكن كتر خيره كمان هو اللي فكرني. انا مش فاكر ومش عايز افتكر. حبك لينا نساني فعلا ان امنا ماتت. يعني ايه؟ امي ماتت وعبت ولدني؟ وخدتك وحضني وانتي لسه لحمه حمرا، دخلتي جوه قلبي واستربعتي، دخلت كلكم واتربعتم، وعشت عمري كله في خدمتكم. عمري ما فكرت ان انا مش امكم، عمري ما فكرت ان انتم ما طلعتوش من جوه ضلوعي. لكن كمال المصلحة عمته خلته نسي عمر بحاله قضيته في خدمته. أيوة ماما، بس ما تقولش ماما. أنا مش أمك، وعمري ما هعيش تاني في بيت واحد وياك. أنا همشي، لكن هشام وغادة هيستنوا، هيفضلوا في البيت اللي تربوا فيه، بيت أبوه. صحيح العقد مكتوب باسمك، والدك الله يرحمه كان عيان وبعتك كتبت العقد، انتهزت الفرصة وكتبته باسمك، ولما رجعت قالوا ماله ابني الكبير؟ اتاريك مرقد، الشقة بتيجي وتروح، لكن حبي ليك راح وعمره ما هيرجع.
معقول؟ معقول يبقى في انسان يوصل للدرجه دي من القسوه؟ المصلحه، المصلحه بتعمل عين والقلب يا بنتي. عشان كده بعد اللي حصل انا لميت هدومي وخدت مكنه الخياطه وجيت عشت هنا ببيت الحب اهو معاش المرحوم جوزي، وبخيط للي في الدار وهي ماشيه. مش قادره اصدق، مش قادره اصدق ان في بشر بالشكل ده. يا باشا انا تحت امرك. ها احكي لي بقى بسرعه قبل بابا ما يجي. انتهى الكلام على كده؟ انتهى على كده؟ يعني ما قالتلكش هتيجي تزورنا؟ انا عارف ماما كويس، كل حاجه عندها بتاخد تفكير طويل. يعني ايه بتاخد تفكير طويل يا شريف؟ بس واضح ان مامتك طيبه قوي قوي يا شريف. قوي قوي يا عمي، بس كمان هي قويه جدا. تعرف يا عمي انا لما بابا مات الله يرحمه كان عندي ساعتها 10 سنين، عشان ماما تعيشني في المسؤوليه كانت تمسكني ورقه وقلم تقول لي اكتب مصاريف اليوم، بعد كده الدخل الشهري، وكده علمتني يعني ايه مسؤوليه. والله كتر خيرها يا ابني، بس انت دلوقتي يا شيف بسم الله ما شاء الله وانت في سنك ده عندك شركه كيماويات زي الشركه بتاعتي ويمكن احسن كمان. لا يا عمي مش للدرجه دي. يا الفيلا بتاعتكم كام دور يا شريف؟ ابدا، الدور اللي فوق اوض النوم واللي تحت الريسبشن بس، والبدروم وبس. وبس يا عم. طبعا اذنكم تليفون. هو باباكي بيسال الفيلا كام دور ليه؟ علشان يتاكد ان في مكان نقدر نتجوز فيه. يعني ايه؟ لا ما هيكون في علمك يا شريف، انا لازم يكون لي بيت لوحدي. لوحدك؟ ايوه طبعا، انا ما عنديش استعداد للمشاكل التقليديه بتاعت الحامه ومرات الابن والحكايه دي. لا مديحه لا، انا شرطي الوحيد اني ما اسيبش ماما. لا انا بابايا كمان مش ممكن يوافق اني اعيش مع مامتك، بابا من حقه ان يكون لبنته بيت يجي يزورها فيه. وبعدين انا بقى بصراحه ما اقدرش ارفض له طلب. بابا من ساعه ما ماما توفت هو عايش لي انا لوحدي. ايوه بس. بس ايه؟ بابا اهو تعالى نساله. يا بابا بابا. طيب طيب هضطر اسيبك دلوقتي، اتصل بيا. طب انا اتصل بيك، مع السلامه. ايه في ايه؟ بابا مش حضرتك من اول يوم شريف جه فيه قلت له ان لازم يكون ليا بيت لوحدي علشان كمان تجهزني جهاز كويس؟ صح قلت. طب كويس، ايه بقى اللي حصل؟ بس انا دلوقتي بقول غير كده. ايه؟ بتقول ايه يا بابا؟ انا لا يمكن اسمح لك ابدا انك تاخدي شريف من مامته. غالب انت يا ست غالب. يا غالة ايه فيه بتزعل؟ بزعل ايه؟ لان مفيش ولا قميص نظيف. طب وعايزني اعمل لك ايه يعني؟ لان حضرتك ست البيت. لا يا اخويا، ست البيت سابت البيت وانت سابت حرمانا منها. بقول لك ايه؟ انا مش كل ما اتكلم كلمه في البيت ده ترد عليا انت يا هشام وتقول لي كده. هعمل ايه؟ من يوم ماما شهامه ما سابتنا وانا تعبانه، انا حاسه اني بقيت لوحدي في الدنيا دي. طبعا لانها مدلعاكي، قاعده طول النهار لطلبات سعادتك انت وبس. لا بقى، إذا كان على الدلع هي ما كانتش مدلعة حد أدى، طلبات كمان الأول وبعدين طلباتكم، الأكل اللي عاوزه جمال هو اللي هيتعمل، مش هقدر أخرج إلا لما كمان يجي عشان أحضر له الغدا، مش هو ده اللي ماما شهامة كانت بتعمله لك؟ كان يا مكان، إحنا في دلوقتي، أنا مش عارف أعمل أي حاجة لنفسي يا غادة، وبعدين مين غير أخت حبيبتي بقى اللي تشوف لي طلباتي وتغسل لي قرصاني؟ كان على عيني يا أخويا، بس أنا مشغولة في أبحاثي الوقت كل وقت. وعندي دلوقتي ميعاد مع الدكتور سلامة. طب انا اعمل ايه انا دلوقتي يعني؟ اعمل ايه؟ انا هقسمهم بنفسي؟ والله الضروري ليها احكام. معرفش، ما اتعودتش. مش بقول لك مدلعاك. طب انا بقول لك ايه يا غادة؟ عشان خاطري يا حبيبتي، يا ريت تدلعيني النهارده بس تغسلهم لي. من يوم ماما شهامة ما سابت البيت وانا شغالة في خدمتك، لكن انا اليومين دول مش فاضية ومش هقدر اعمل لك غير الطبيخ اللي واخد كل وقت. طب والحل؟ اعمل ايه دلوقتي؟ ما تتجوز. اتجوز ايه بس؟ اتجوز ايه؟ هو انا عارف احوش ثمن الشبكه لما اتنيل اتجوز؟ ولما انت مش عارف تتجوز امال خليت ماما شهامه تسيب البيت ليه؟ بنت يا غاده. ما تقولش بنت، انا فاضلي سنتين وابقى دكتوره. بنت وعيله كمان، وهتفضلي طول عمرك عيله. بقول لك ايه؟ من هنا ورايح مش عايز اسمع اي كلمه في البيت ده، مفهوم ولا لا؟ ليه؟ عشان بواجهك بحياتك وبقول لك ان انت السبب ان ماما شهامه سابت البيت؟ يا دي ماما شهامه، خلاص خلاص مش عايز اسمع اي كلام. بلاش، عن اذنك. ولما عرفت ان ماما شهامه مش مامتك عملتي ايه؟ ولا حاجه. هعمل ايه يعني؟ احساسي من جوه بيقول انها مامتي،
ما تتصوريش ماما شهامة دي طيبة قد إيه. وأنتِ ما تتصوريش أنا بحب ماما شهامة قد إيه. هي كمان بتحبك قوي وياما كلمتني عنك، ومش أنا وبس. أمال كلمت مين؟ هشام. كلمت هشام عني؟ لما كان عندها إمبارح. هو كان هنا إمبارح؟ آه، وكان نفسه يشوفك. هو قال كده؟ أيوة. إيه رحت فين؟ ها؟ أنا أهو. طب يلا لحسن عندنا ميعاد مع الدكتور سلام. وإيه كمان يا دكتور بخصوص الطباعة الأساسية لسن الشيخوخة؟ وما هي الخصائص المرتبطة بمرور السنين على الإنسان في سن الشيخوخة؟ بقول لكم إيه؟ أنا كنت الأول بدرس لواحدة بس، دلوقتي بدرس لاتنين. ما حضرتك بروفيسور في خصائص سن الشيخوخة؟ يعني حد قال لكم إن أنا شيخت ولا كبرت؟ ده أنا في عز شبابي. طب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، لو سنية اللي مسمية نفسها جولييت المصرية جات لها الحالة دي أعمل لها إيه؟ تاخديها على قد عقلها، لأنها بتبقى في لحظة رجوع للماضي وبعد كده بتفوق. طب والدكتورة صفية اللي قافلة على نفسها أوضتها وعمالة تألف في كتب ومش راضية تخرج منها أبدا، دي تعتبر إيه؟ تعتبر عالم. عالم؟ عالم وعاملة لنفسها وعايشة جواه. بس هي مش دكتورة. مش دكتورة؟ كان نفسها تبقى دكتورة زمان. ولما وصلت سن الشيخوخة بتحاول تحقق اللي ما قدرتش تحققه زمان. يعني أعملها على إنها دكتورة؟ اسمعيها. وكفاية إنك تسيبيها تتكلم عن حياتها في الماضي. طب سؤال مهم يا دكتور، حالة زي دي تعتبر من خصائص سن الشيخوخة ولا حالة غير طبيعية؟ حالة الشيخوخة الطبيعية يا أولاد زي حالة وداد وشهامة. لكن سنية دي حالة من حالات الرجوع للماضي. بس سنية يا دكتور كانت كاتبة مسرحية كبيرة. سنية عمرها ما كتبت للمسرح. إيه؟ كان نفسها تبقى كاتبة، وحبها صاحب الفرقة واتجوزته وقعدت في البيت، ولما مات افتكرت إنها كاتبة. إيه يا سالي؟ اتأخرتي عليها قوي كده ليه؟ معلش كان عندي شغل. أنا مش قلت لك إن أنا عايزاكي ضروري؟ ما هو لازم أخلص الشغل اللي ورايا الأول أحسن في ريال تزعل مني. يا سلمى انا امبارح جاتني حته فكره عجيبه ما نيمتنيش طول الليل. خير؟ انا كاتبه مش كده؟ طبعا. شفتيني لما قريت المسرحيه بتاعتي على الجمهور والنقاد قعدوا يسقفوا لحد ما قطعوا دي؟ ايوه. يبقى انا عايزه خشبه. خشبه؟ خشبه ايه؟ ايه اللي خشبه ايه؟ واحده مؤلفه وعايزه خشبه. هتعوز خشبه ايه؟ خشبه حبشه؟ ده انت مخك النهارده متربس خالص واكله بصل. عايزه خشبه مسرح طبعا. مسرح؟ ايوه حبني خشبه مسرح. هنا. هنا فين؟ هنا في الجنينه. معقول؟ ليه مش معقول؟ احنا ممكن ناجر من عائله هانم حته من الجنينه نعملها مسرح كبير جدا، وانا معايا فلوس كتير في البنك. ايوه بس. بس ايه يا بنتي؟ اسمعيني للاخر وفتحي مخك معايا. أنا عايز أعمل أكبر فرقة مسرحية، أنا اللي ألف وأنا اللي أخرج وأجيب أكبر نجوم في مصر عشان يمثلوا. نعمل افتتاحية كبيرة جدا وندعي الناس كلها ببلاش، إيه رأيك؟ يعني حضرتك عايزة تخرجي المسرحية اللي عملتيها قبل كده؟ ليه؟ أنت مخ التلب الثاني؟ أنا عايزة أعمل مسرحية جديدة، عايزة أعمل أمينة. أمينة؟ أيوه أمينة نجيب محفوظ. عايزه اعيد كتابتها للمسرح بطريقه جديده مبتكره ما حصلتش. عايزه اخلي المراه الضعيفه المقهوره تقف في وش السيد وتقول له لا كفايه انا اديتك شبابي، انما انا عايزه ارجع للكتابه تاني. هتبقى امينه دي قبل ما تتجوز سيد عبد الجواد كانت كاتبه، انما لما اتجوزها السيد قفل عليها وحرمها من الكتابه. انما لما وعيت قالت له لا يا سيد انا كاتبه وحفرجك. حفرجك دي لانها من الجماليه، لكن انا امينه بتاعت هتكون من الزمالك. هنا هتهز كتافها كده وتقول له حفرجك. ايه رايك؟ قلت ايه بقى؟ انا موافقه حضرتك تكملي كتابة المسرحية وبعدين نبقى نفكر في حكاية الخشبة دي. إنما إيه رأيك في الفكرة؟ جميلة مش كده؟ جدا يا جولييت. جولييت إيه بقى؟ ما زيتي تلبس مخك وتخليكي معايا. أنا من النهاردة اسمي أمينة. أهلا
انا شبعت يا ماما. لسه يا ماما شبعت. انا حاسه انك لسه ما شبعتش. ومنين جالك بس الاحساس ده؟ من عينيك. مالها عينيا؟ يعني فيهم نظره زايغه وكلام. ده مش كلام. ده سؤال يا ماما. ومال؟ اسال يا حبيبي. حضرتك رحت لطنط عقيله امبارح؟ ايوه. بتسال ليه؟ لا اصلي كنت عايز اخد رايها كده في موضوع. ايه هو؟ الموضوع اللي انا كلمتك فيه. قصدك موضوع الجواز؟ ايوه ماما، انا خلاص قررت. وانا وافقت. حقيقي موافقة؟ أنا موافقة على مبدأ الجواز، لكن بنت اللي اسمها مديحة دي لا. بس أنا اخترت يا ماما. خلاص، محتاج رأي أو رأي عائلة في إيه بقى؟ ماما حبيبتي، أنا عايز أتجوز وأنت راضي عني. نفسي تقولي من قلبك اختار اللي أنت تشوفه صح يا شريف. ماما أنا نفسي أختار شريكة حياتي بنفسي. ماما أنت علمتيني وكبرتيني، وأول حاجة علمتها لي إن أكون قد اختياري في حياتي ومستقبلي. إزاي دلوقتي مش عايزاني أختار شريكة حياتي بنفسي؟ شريف، شريف مش قادرة أتصور إنك تبعد عني أبداً يا حبيبي. ومين قال لك بس إن أنا هبعد عنك؟ أنا أول شرط من شروطي إن أفضل هنا معاكي. وهي موافقة؟ أيوة يا ماما، وأبوها قال أنا لا يمكن أسمح لبنتي إنها تاخدك من أمك. يعني اتكلمتوا في كل حاجة. بس كل حاجة مرهونة بموافقتك. موافقتي خلاص يا شريف، اتفرضت عليا. اتفرضت عليكي؟ أيوة يا شريف، لازم أقول إني موافقة. عارف ليه؟ ليه يا ماما؟ عشان ما أشوفش النظرة دي تاني في عينيك. يا حبيبتي يا ماما. أنت اللي حبيبي يا شريف. أنت أكيد رحت لطنط عقيلة. ليه؟ أنت كنت مسلطها عليا عشان تقنعني؟ خلاص، يبقى نحدد ميعاد وتروح ناخد فيه مديحة. صورة؟ صورة؟ أيوه، عايزني أروح زي الصورة وأردد الكلام اللي أنت عايزني أقوله. تاني يا ماما. طيب، إيه رأيك الخميس الجاي نروح نخطبها؟ أنت أعظم أم في الدنيا.